السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ممدوح حلاوة، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة عن شمال القاهرة. نازلين النهاردة، شايفكم نازلين بتقل شوية. الحمد لله، حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين النهاردة نازلين، ده مش بتقل ولا حاجة، ده تمثيل كمان رمزي، لكن بإذن الله تعالى الأعداد تتزايد بعد صلاة التراويح، ناس هتيجي. وإحنا النهاردة بنوجه رسالة لإسرائيل، زي ما الباشمهندس قال إن الشعب المصري بعد 25 يناير مختلف تماما، وربما كانت ديت يعني رسالة تحذيرية إن الشعب المصري اختلف تماما، والهوان والذل اللي كان عليه الشعب المصري في حكم مبارك انتهى للأجل، ولا بد من طرد السفير، لا بد من سحب السفير المصري وطرد السفير الإسرائيلي وإنزال هذا العلم الذي يرفرف على نهر النيل. لا يمكن أن يرفرف علم إسرائيلي، عدونا الإسرائيلي، على ضفاف نهر النيل أبدا، لا سيما بعد الانتهاكات التي تحدث من الحين للآخر. طب تم وقفات كثيرة قبل ذلك، ولم يتم إنزال العلم، ولم يتم طرد السفير، ولم يستدعى السفير. تماما. العدو الإسرائيلي معروف دائما بعناده، ولكنه جبان. يحدثنا الله تعالى في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. إن شاء الله بكرة تقول يومين ثلاثة وهتلاقي العدو الإسرائيلي زعن تماما، هيقدم اعتذار رسمي بعد ما يشوف هذه الجموع، وربما أيضا نستطيع سحب السفير بعد ما مجلس الوزراء تراجع، أكيد تحت الضغط الشعبي ده هيعيد حساباته مرة أخرى. أبدا لن نتنازل عن الدماء المصرية بعد ذلك. 25 يناير يوم فارق، مصر قبل 25 تختلف عن مصر بعد 25، وحضرتك شايف كل القوى السياسية، إخوان مسلمين، حرية وعدالة، كل القوى السياسية موجودة ممثلة، تمثيل جيد والحمد لله، وتوافقت. ورب ضارة نافعة، رب هذه الضارة نافعة للوطن، بحيث تجمعت القوى السياسية مرة أخرى واتحدت، تجد هنا الجماعة الإسلامية والسلفيين، تجد الغد والوفد، وتجد الوسط، وتجد العلمانيين والبرلمانيين، كل طوائف موجودة والحمد لله، وهذا وحده خير وبركة. إن لم نحظى بغير ذلك التوحد فهذا خير وبركة. وعلم إسرائيل يرفرف، هذا استفزاز لكل هذه الجموع، أبسط حاجة ينكس العلم، دي أبسط حاجة، ولكن لن نبرح هذا المكان إلا بعد أن تتحقق بإذن الله تعالى أمنيات الشعب المصري، عزة وكرامة، ولا هوان ولا ذل بعد اليوم.